قصة المرأة العجوز التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل حطبا، فاتجه إليها وقال أنا أحملها عنك، وكان الطريق طويلا والرمال ملتهبة والشمس حارقة والبيت كان بعيدا والحطب كان ثقيلا. فلما وصل إلى منزل تلك العجوز قالت يا بني ليس لدي ما أكافئك به، ولكن سأسدي إليك نصيحة، إذا رجعت إلى قومك في مكة فهناك رجل ساحر يدعي النبوة يقال له محمد، إذا رأيته لا تصدقه، إياك أن تتبعه. فقال لماذا؟ قالت لأنه سيء الخلق. قال حتى وإن كنت أنا محمدا الرسول، فقالت تلك العجوز إن كنت أنت محمدا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه بعد البحث لا يوجد لها أصل في كتب السنة، وأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا نحتاج فيها إلى مثل هذه القصص التي لا أصل لها ولا وجود لها. وهؤلاء القصاصون الذين ابتليت بهم هذه الأمة ومن القدم، هؤلاء إن كانوا يريدون ظهورا وبروزا وشهرة بين الناس لأن هذه من الغرائب، فإن كانت هذه النية فإن الله عز وجل سيسقطهم لأنهم تطاولوا على شرع الله عز وجل وجعلوا هذه مهنة لهم، ولذا حذر السلف منهم وصرفوا الناس عن العلم الشرعي بالخوض في مثل هذه القصص. وإن كانوا يريدون بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم فإنهم جنوا على الدين جناية عظيمة، فإظهار عظمة الإسلام لا تكون إلا بالحق الذي جاء به الله عز وجل وجاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما صح عنه. فنعوذ بالله من الخذلان ومن قلة العلم، ونعوذ بالله من التطاول على شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.